السلام عليكم. اليوم غنحضر معكم حلوه الكوك، او كاين اللي يسميها بحلوه ريشبوند. كتجي هشيشه كتذوب في الفم بمكونات اقتصاديه سهله موجوده في اي بيت، ناجحه 100%. الى عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد وكذلك الاعجاب. ومرحبا بتعاليقكم ان كان اي تساؤل. نخليكم مع المقادير. غادي نحتاجو 125 غرام من الزبدة بحرارة المطبخ، وكأس مملوء الكأس العنبة سكر سنيدة أي الخشن، وكذلك كأس من الزيت النباتي كأس العنبة. وغادي نحتاجو جوج بيضات، غادي ندمجو هاد المكونات جيدا مع بعضهم. كيف قلت لكم سابقا ضروري الزبدة خاصة تكون بحرارة المطبخ باش كتساعدنا اننا نطلقوها فقط باليد ديالنا. من بعد غادي نضيف كيس من الخميره الحلويات ديال 7 غرام. والان غادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه، وكيف تشوفوا معايا الدقيق غادي يكون على حسب الخليط ويكون خاص بالحلويات ومغربل ضروري. وكيف تشوفوا معايا غادي نبقى نجمعها معكم شويه بشويه حتى نوصلوا لواحد العجين يكون متماسك، يكون ما تكون مقاسها مرطبه. ما بغيتش نعطيكم الكميه ديال الدقيق بالضبط، لانه كيف كتعرفوا كيف كنقول لكم دائما في الفيديوهات الدقيق كيكون على حسب النوعيه ديالو، كاين اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش. يعني باش الوصفه تجيكم ناجحه خدموا بهذه الطريقه هذه، بقاو ديروا غير شويه بشويه حتى تجمع معكم العجين. كي شفتوا معايا بقاو تجمعوها فقط بهذه الطريقه هذه، يعني جمعوها شويه بالاصابع ديالكم وضغطوا وراه كتجمع بسهوله وكتكون رطبه. كيف شفتوا معايا القوام ديالها في الاخير كيجي على هذا الشكل هكا، وغادي تجربوا تكوروها، وخاصها تجي دائريه ما كتشقق ما حتى شي حاجه. كيف شفتوا معايا يعني جايه دايره بحال الشكل ديال الماستيك، يعني تقدروا ديروا بها اي حاجه وكتكون رطبه. والان غادي يمكننا نشكلوها على شكل كويرات، نتوما تقدروا ديروا الحجم اللي بغيتوا، يا اما كبيره او لا صغيره، انا درتها متوسطه. وما تنساوش انه مع الخميره راه كتزيد تنفخ شويه، وضروري ديروهم متباعدين باش ما يلصقوش. والان بعد ما انتهيت غادي ندخلهم الفرن، وراه مسخن من الاعلى ومن الاسفل. وبالنسبه للطياب ديالهم الفران في الاول غادي تشعلوه فقط من الاسفل، خاص يطيبوا غير من الاسفل، ومنين تشوفوهم بداو كيتحمروا واحد شويه عاد طفيو عليه من الاسفل وشعلوه فقط من الاعلى، غير باش يعطيونا هذا اللون هذا الذهبي باش ما يتشققش معانا. كيف قلت لكم ما تنساوش الفرن في الاول شعلوه يتحمر فقط من الاسفل، وفي الاخير عاد شعلوه من الاعلى يتحمر غير داك اللون الذهبي. يعني هذه المرحله مهمه باش العجين ما يتشققش معكم وكتجي بحال داك الشكل. والان خديت زلافه كبيره عامره بالكونفيتور ديال المشمش، وضفت عليه نصف كاس تقريبا نصف كاس من الماء الزهر، وسخنتهم جيدا. غادي نخلطهم جيدا على هذا الشكل هكا. كي شفتوا معايا ضروري كيكونوا داك القطع، هاد القطع ما خاصهمش يكونوا في، يعني باش نقدروا نصوبوا هاد الوصفه هذه ما خاصش يكونوا هاد القطع، ضروري خاصكم دوزوا في واحد الصفايه باش يكون سائل. كي شفتوا معايا راه مازال سخون داك الخليط، وتقدروا ديروا فيه داك الحبات ديالكم. غادي تغطسوهم على هذا الشكل هكا، كتخليهم غير واحد شويه كيشربوا، من بعد كتبداو كتخدموا بهم عادي. غادي تجيبوا واحد الزلافه من الكوك، الكوك الا كان داك الكوك اللي شي شويه كيكون حرش ضروري عاودوا طحنوه شويه، ما خاصش يجي داك الكوك اللي غليظ. كيف تشوفوا معايا اما تشريوه من الاول هكا او لا حاولوا طحنوه. غادي تسقاو الزبده لوحده وغادي تدوزوها جيدا في الكوك.
كي تشوف معايا الطريقه راها سهله جدا. ومن بعد ملي تساليو هاد الحبات هادو تقربو تساليوهم، عاوتاني ضيفو حبات اخرين باش هما خاصهم يشربوا جيدا هاد لا كونفيتور هادي. وصراحه كيجيو هشاشين هشاشين بزاف، غادي تعجبكم هاد الوصفه ان شاء الله. كنتمنى ان شاء الله تجربوها. وتقدروا الا بغيتوا ديروا كذلك نفس الطريقه، غير هما ديروهم صغيورين ومنين تجيو تكوروهم بزطوهم غير واحد شويه هذه اللي كنتوا باغيين تلصقوا وحده على وحده بنفس الطريقه حتى هي. كتطيبوهم ومن بعد تقدروا كديروهم في الكوك المشمش وتلصقوا وحده على وحده بشويه ديال الكونفيتور، حتى هما كيجيو زوينين. كشفتوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو صراحه رائعين. وكيف قلت لكم سابقا انا الكويرات درتهم متوسطين. والان وصلت معكم نهايه الفيديو، وشكرا لكم على المشاهده.